التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا، وذلك بصلة الملكية بمضمار سباق القدرة في حديقة قلعة وينسر الكبرى بالمملكة المتحدة. يرافقها صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق أدنبرا وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي. وقد تبادل جلالة الملك المفدى مع صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون المتميز القائمة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية والمملكة المتحدة، واصفا جلالة أيده الله هذه العلاقات بأنها علاقات تاريخية وطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك على كافة المستويات. هذا وقد تابع جلالة الملك المفدى وصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة والحضور سباق القدرة الدولي لمسافة 120 كيلومترا بمشاركة عدد من فرسان مملكة البحرين ودول مجلس التعاون إلى جانب فرسان من المملكة المتحدة، حيث حقق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي المركز الأول المشترك في هذا السباق. وقد اعتمد الاتحاد الدولي للفروسية المركز الأول المشترك. وبهذه المناسبة هنأ جلالة الملك المفدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على تحقيق هذا المركز المشترك، مشيدا جلالته بما بذله سموهما من جهود وكفاءة وقدرة على تحقيق هذا المركز، منوها جلالته بتوجه الاتحاد للمشاركة في مختلف المنافسات والبطولات على المستويات الإقليمية والعربية والدولية لما لها من دور إيجابي في التعريف برياضة الفروسية وإتاحة الفرصة لفرسان البحرين لاكتساب المزيد من الخبرات وتحقيق النتائج المرجوة. ثم ودع جلالة العاهل المفدى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث. وكان جلالة الملك المفدى أيده الله قد وصل إلى مضمار سباق القدرة، حيث كان في استقبال جلالته سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان وينسر للفروسية وكبار المسؤولين المنظمين لهذا السباق. وقد تابع جلالة الملك المفدى جانبا من السباق، وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي للقدرة إيجازا حول مراحل ومسافة السباق وعدد الفرسان المشاركين فيه. وبهذه المناسبة أعرب جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى ودور الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في تطوير والارتقاء برياضة الفروسية. كما نوه جلالته بما حققه فرسان البحرين من بطولات ونتائج متقدمة عززت من مكانة هذه الرياضة في مملكة البحرين، وأعطت الصورة المشرفة لكفاءة وقدرة فرسان البحرين وإصرارهم على رفع اسم المملكة عاليا في كل المحافل. وأكد العاهل المفدى أن المشاركة في مثل هذه السباقات والمنافسات الدولية تعكس تطور رياضة القدرة في البحرين وما حققته المملكة من تقدم وتطور في العديد من المجالات.